السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مهم جدا للمعماريين والمصممين الداخلين انتيريور ديزاين. الموقع ده بينظم لك المشاريع والشغل بتاعك من ناحية التصميمية. ممكن يكون عندك أفكار كتيرة وتصميمات كتيرة، هو بيبدأ ينظمها لك في مساحة واحدة. تمام اهوت. الميزة إن هو الأول ما كانش شغال بالذكاء الصناعي، لكن أول ما حصلت طفرة في الذكاء الصناعي راح أدمج الذكاء الصناعي في الشغل بتاعه. تمام، فتقدر ان انت تقول له مثلا عايز افكار، فيبدا يحط لك افكار كتيره، وتبدا تحط الصور المرتبطه بالمشروع بحيث تقدر تختار منها. تمام، بتقول له اكتب لي مقالات، اكتب لي افكار، تبقى في مكان واحد فيه كل التصاميم اللي انت عايزها، فيساعدك على الابتكار والتخيل. ولو في اي صور مش واضحه هو يبدا ان هو يوضحها لك، وتقدر تشتغل مع التيم اللي انت عايزه. يعني ممكن فريق كامل يشتغلوا مع بعض في نفس المشروع. فهنا هو نظم لي الافكار بتاعتي بدل ما هي موجودة في اكتر من مكان، فبقى موجودين في مكان واحد. ديزاين ورك فلو، في تمبليت كتيرة جدا، فتقدر ان انت تبدأ من شغل موجود اصلا، ما تبداش من صفر. فده مثلا مثال، ممكن نختار حاجه مثلا من مثلا فاشن ديزاين، فبيبدا يفتح لنا الصفحه. فتظهر معانا حاجه بالشكل دوت، او طبعا نعمل حاجه زي برين ستورم بحيث ان هو يربط العناصر كلها ببعض. وبدل ما بقى عندك صور في اكتر من مكان، لا كلهم بقوا موجودين في مكان واحد تقدر ان انت تتحكم فيه. تقدر تعمل سيلكت تشوف الصوره، تقدر تعمل لها داونلود او اكسبورت، تقدر تغير الشكل بتاعها. تمام، تقدر تعمل ريبليس للصوره، تقدر تعمل كوبي لينك، في حاجات كتير تقدر تعملها. لكن الزرار ده الجديد. تمام، بيقول لي بص دي حاجات خاصة بالذكاء الصناعي، ممكن تعمل لها ريندر جديد، ممكن تعمل لها ريموف باك جراوند، ممكن تعمل لها ريكوجنايز تكست، الاوبتيكال كاركتر ريكوجنايز اللي هو بيشوف ايه التكست اللي موجود في الصورة ويجيبه لي لوحده. يعني ممكن تكون في الصورة في مثلا معلومات، فبدل ما اعد كتابتها خدها كوبي بيست. طيب ممكن تقول له مثلا ريندر، فبيبدأ يجيب لك اختيارات بتاعة الريندر. هو بدل ما بروح لموقع تاني في ذكاء صناعي، لا هو بدأ يجيب لي الميزة، وتقدر بقى تقول له انا عايز اشوفها ك3 دي موديل، عايز اشوفها كسكتش وهكذا. وتقدر تقول له ستايل، تقدر تكتب له البرومبت اللي انت عايزه، ويبدأ ان هو يعمل لك الصورة اللي انت عايزها. زي طبعا ميد جورني ومواقع كتيرة جدا بتعمل الخاصية دي. تمام، هو بيبقى ليك بعض النقط، وبعد كده ممكن تشتري نقاط اكتر. تقدر طبعا تحط بقى صور كتيرة زي ما انت عايز، تقدر تحط ملفات كتيرة زي ما انت عايز، ممكن ترفع صور من اكتر من مكان، بحيث ان بدل ما انت تقعد تروح الانستجرام وتروح الفيسبوك وتويتر، كله بقى موجود في بلاتفورم واحدة خاصة بالمشروع اللي انت هتشتغل عليه. فانا شايف ان ده حل مناسب جدا، وانا شايف ان هو لو هتشتغل بيه على الايباد هيبقى برضو ممتع في الشغل بتاعك.